اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. احمد ثابت، ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله كله تمام. ازيك يا كريم؟ ده جد بسلام الحمد لله. إيه؟ الله يسلمك، الله يخليك. احمد، خليني ابدا معاك وروشتة الفوز على سان داونز ان شاء الله. لا تو ذا دايركت يعني على طول. هو الاول طبعا النهارده، يعني انت في المباريات دي او في الفتره دي اهم حاجه الايه؟ الثلاث نقط، عشان انت عندك مباراه مصيريه قدام سان داونز. خلينا بس نقول برضو بعد الموقف النهارده كابتن اسلام سريعا المجموعات، ترتيب المجموعه دلوقتي. انت بقت مجموعه الاهلي، الترتيب لو نستعرض ترتيب المجموعه هتلاقي الهلال السوداني بقى الاول 9 نقط، سان داونز بقى 7، والنادي الاهلي عنده 4، والقطن الكاميروني ولا نقطه. ده قدامنا الترتيب 9-7-4-0. ايه اللي يحصل؟ وكله لاعب، بس الهلال لعب زياده ماتش. اللي دلوقتي لو النادي الاهلي، ليه النادي الاهلي طبعا احسن نتيجه ليه الفوز على سان داونز، تمام، بيبقى ان شاء الله يبقى 4 و3 هيبقى 7، خلاص عندك مباراتين بعد كده القطن والهلال، تقدر ان شاء الله ان انت تتصدر المجموعه. في حاله لا قدر الله التعادل مع سان داونز او الخساره من سان داونز، هيبقى النادي الاهلي محتاج ايه؟ هيبقى لسه عنده فرصه في الصعود برضه. هيبقى النادي الاهلي محتاج ان مباراه الهلال وسان داونز في السودان، اللي هي المباراه اللي بعد مباراه الاهلي وسان داونز، ان الهلال السوداني ما يكسبش سان داونز. بس يعني ده تعادل سان داونز او فوز سان داونز مع الهلال برضه ياهل النادي الاهلي. اوكي. بس ساعتها طبعا الفرصه مش هتبقى بايدك. يعني النادي الاهلي لو كسب يبقى الفرصه بايده، لو لا قدر الله اي نتيجه ثانيه هتبقى الايه؟ الفرصه مش في ايده، الفرصه هتبقى مستنيين ان سان داونز يكسب الهلال او يتعادل مع الهلال. هيحصل لان ممكن يحصل اتفاق او حاجه زي كده. فاحنا لا طبعا انديه كبيره ولها احترامها، ما اعتقدش يعني، ولكن يعني ما احنا ما فيش حاجه مضمونه كابتن اسلام بصراحه، ما فيش حاجه مضمونه. فانت يعني انت لازم عادي. اولا دي مباريات، خلينا بقى نرجع للمباراه. المباراه دي مباراه بتنقسم لكذا حاجه. اول حاجه انا بشوف ان المباراه دي مباراه مدرب، شخصيه مدرب، لازم سيناريو للمدرب يحطه مارسيل كولر، يكون ان شاء الله بيتكلم على سان داونز يكون موفق فيه. مباراه يوم السبت دي اول حاجه. بيني وبينك مره كنا بنلعب سان داونز في جنوب افريقيا، فاكر لما كانوا بيلعبوا بالوينجين، واحد على الخط هناك خالص واحد على الخط الثاني في اخر الدنيا، ماتش 2-2 ماتش 2-2 في 2007. فلافيو جاب جونين. لا، بركات اللي جاب الجونين. فلافيو جاب جون وبركات جاب جون، او بركات جاب جون وفلافيو جاب جون. بس هو اللعبه كانت كلها ايه؟ قال لك مانويل جوزيه حكى برضو المباراه، قال لك احنا هنلعب لعبه، فلافيو وبوتريكا هيلفوا، بركات هيلف من وراهم في الحته الفاضيه، وشوقي او اي حد يلعبها له في الناحيه دي يجيب جون. جاب جونين بالشكل ده، انا اللي انا فاكره يعني ان هو جاب جونين. شوفوا لي يا جماعه، وبركات اللي جاب الجونين ولا فلافيو جاب جون شوطه وبركات جاب الجونين تاني بنفس الطريقه. بنفس الطريقه اللي انا بقول لك عليها دي، وبالتالي هي سيناريو هو عمله، قال لك احنا هنقفل وهنلعب على اللعبه دي. لعب على اللعبه دي، جبنا 2-0 وبعدين 2-2. فهي المباراه سيناريو مدرب وشخصيه لعيبه. لازم لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله يظهر معدنهم اللي احنا مستنيينه في مباراه زي دي. هي مباراه بالنسبه لي مباراه الموسم في افريقيا، في دوري ابطال افريقيا، باذن الله نقدر ان احنا نحقق من خلالها الفوز. بالنسبه لي بشوف ان المباراه دي حاجه من الاثنين بالنسبه لمارسيل كولر. الحاجه الاول يعني قدامه اثنين سيناريو. السيناريو الاولاني ان انا في اول ربع ساعه اعمل، اول ربع ساعه المباراه دي لازم تتقسم، ما ينفعش ان انا اروح اضغط عالي طول المباراه والكلام ده، لا. يا اما يعني النوعين من المدربين، مدرب يقول لك انا هروح اضغط اول ربع ساعه اجيب جون وارجع، مدرب تاني يقول لك لا انا هروح اامن واقفل مساحاتي واخطف الشوط الثاني، حتى لو ما كسبتش ما اخسرش، هرجع بالتعادل. فده نوعين من المدربين. فطبعا هنا هل مارسيل كولر هيختار السيناريو انه ان انا اضغطهم في اول المباراه وابين ان انا نادي الاهلي، ان انا جاي بشخصيتي خايف منهم احاول اجيب جون؟ ملهاش علاقه وجهه نظري ان في مثل هذه المباريات الكبيره اللي بتلعبها. وجهه نظري المباريات الكبيره اللي بتلعبها مع انديه كبيره، يعني النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا، نادي سان داونز واحد من اكبر واهم الفرق في افريقيا طبعا. المباريات دي ما فيهاش مين يفرض يعني وجهه نظري، ما راحش يفرض، لا، ازاي اكسب؟ ازاي اكسب المباريات؟ تكسب ولا تلعب؟ بالظبط كده. لا، وتلعب برضه، ولكن ازاي اكسب؟ مش لازم افرض شخصيتي ولا حاجه. انا ممكن العب من نص الملعب والعب على الهجمات المرتده واكسب. اول ربع ساعه انت بتوجه رساله وريال مدريد، ما تزعلش مني يعني، هو برشلونه كسب ريال مدريد 1-0، لعب ازاي؟ قفل طول الماتش. ده ما قفلش، ده 86 مش عارف 14% ولا يعني المفروض احنا طول عمرنا عارفين ان برشلونه مدرسه الاستحواذ، مدرسه الاستحواذ في اي وقت في اي حته. ده هم حتى
بيتريقوا على تشافي في ان هو يعني كسب، بس يعني مخليينه مش مبسوط. صح. فانا بشوف ان المباراه دي قدامه اتنين سيناريو. بشوف ان في حضرتك بتسالني بقى على الروشيتا، لو هنتكلم على طريقه اللعب بشوف ان النادي الاهلي بصراحه محتاج يلعب 3 4 3 في المباراه دي، محتاج يلعب 3. انا معانا التشكيلات يعني، انا هنرجع للتشكيلات بس اخد راي كريم الاول. انا بشوف ان هو ليه محتاج ان انت تلعب ب 3 4 3. انا بشوف ان النادي الاهلي عنده مشكله دفاعيه واضحه في المساحه اللي في ظهر علي معلول، واحد من الاسلحه المهمه جدا هجوميا واهم مفتاح لعب في النادي الاهلي. بس انت ازاي دلوقتي الظهير حضرتك طبعا ظهير ايمن، كنت ظهير ايمن كبير جدا، فانت اكيد حضرتك عارف ان الظهير اكتر واحد بيجري في الملعب، اكتر عنصر اكتر واحد بيجري في الملعب هو الباك رايت او الباك الليفت، فكميات جري كتير. فانا معلول ما ينفعش ان انا استهلكه في كميات جري كتير او ضغط عالي كتير، دي اول نقطه. النقطه الثانيه ان انا لازم اعمل له رقابه وقائيه. يعني ايه رقابه وقائيه؟ يعني لازم احمي ظهره من الهجمه المرتده. صن داونز يا جماعه والله ما بيلعب قدام النادي الاهلي غير على لعبه واحده في المباراه كلها، المباراه دي والمباراه اللي فاتت. هم فرقه بتحضر من تحت وبتهاجم وبتعمل من العمق، بس المدرب بتاعهم بيرمي بيتر شيلويل ورا علي معلول. حتى الجون الاولاني جه في المساحه اللي في ظهر علي معلول اتحطت له جون. الجون الثاني مورينا لما نزل، المباراه السنه اللي فاتت مورينا برده في المساحه اللي في ظهر علي معلول. فانا ميال ليه للثلاثه؟ لان وجود مثلا واحد زي حمدي فتحي ما بين عبد المنعم وياسر هيخلي عبد المنعم يرحل. عبد المنعم واحد من المكاسب المهمه جدا في واحد افضل مدافع في مصر، فانت لما تخليه يرحل في ظهر معلول ابقى انا استخدمت حميت ظهر معلول وفي نفس الوقت خليت معلول يقدر يهاجم باريحيه، خاصه ان المباراه مش مستحمله، المباراه الساعه 3 العصر في اجواء صعبه، انت لسه هتسافر بكره الصبح، هيسافروا بعد التمرين هياخدوا 8 ساعات طياره. مش هيوصلوا غير بالليل مثلا. يعني انت بتتكلم يوم الاربع طار خلاص. لا الاربع خلاص شكرا. فانت ما خلي بالك انا كاداره عملت ايه؟ المفروض كانوا هيسافروا طيران عادي، قال لك لا هنسافر بطياره خاصه برضه. فانا ميال لل 3 4 3 دي هتديك. انا عايز اقفل العمق. صن داونز دلوقتي بيهاجموا من العمق بشكل قوي جدا، فانا لما احط واحد في وسط في العمق اللي هو الثلاثه مثلا زي حمدي فتحي قفلت العمق، الناحيه الثانيه حميد ظهري معلول وحميد هاني على الاطراف، واقدر ان انا اعمل هجمه مرتده بقى في المشاكل الدفاعيه اللي احنا كنا اتكلمنا عليها قبل كده في حاله صن داونز، ان هم عندهم مشاكل ورا الظهيرين واضحه. كريم وطبعا خلينا نبدا ماتش النهارده. ماتش النهارده مهم جدا، انا مؤمن تماما بفكره قتل المنافسه المحليه، وما كنتش حتى مع الاراء اللي بتقول انك تواجه المقاولين بالصف الثاني عشان تريق، لا خالص، لان مساله الحسم الدوري ده شيء طبعا دوري واحد من التارجتس المهمه بالنسبه لي. في بعض الاحيان ربما الدوري يبقى مهم او اهم عن دوري الابطال، لان ما ينفعش النادي الاهلي يخسر الدوري 3 سنين ورا بعض، فكان مهم جدا جدا ان كولر يعني ينهي هذا الامر ده النهارده، وكويس ان الفريق كسب حتى ايفن او الفوز فوز اقتصادي. طيب ماتش صن داونز انا يعني في وجهه نظري الكلام الفني عنه ما يزيدش عن 20%. الكلام محتاجين نتكلم عليه اكتر، محتاجين نتكلم على هنواجه ازاي نقص الاكسجين. بريتوريا من المدن المرتفعه عن سطح البحر، واللعيبه هناك دايما بنشوف احنا ما بنقدرش نلعب 90 دقيقة كاملة، ومفيش ولا فريق مصري راح بريتوريا لعب 90 دقيقة كاملة، ومعظم النتائج بتاعتنا هناك سلبية. برضو صن داونز احنا الملعب ده او صن داونز برضو من الفرق اللي احنا ما قدرناش يعني نحقق الفوز عليها زي الهلال، وعندنا مشكلة. بنتكلم برضو كمان نسخة صن داونز دي، انا ده بكرر وبقول نسخة صن داونز دي نسخة مخيفة، نسخة مخيفة للغاية. الفريق ده ما اتغلبش من يوم 22 اكتوبر 2022، الفريق ده بقاله كتير جدا. اذا كانت هذه النسخه، معلش انا لازم ارد عليك في هذه النقطه تحديدا، لانه اذا كانت النسخه دي مخيفه فانا وجهه نظري ان نسخه النادي الاهلي حاليا تستطيع الفوز على هذه النسخه المخيفه. كابتن اسلام ليه؟ لان انت عندك بغض النظر عن النهارده، خلي بالك اصل انت لو هتبص للنهارده يعني مباراه انا خدت فيها لو انا اللي بلعب، يعني لو انا بلعب باك رايت في ماتش زي ده اهم حاجه اكسب الثلاث نقط واحافظ على رجلي وخلاص، اي حاجه تانية ما تفرقش معايا. انا اللي يفرق معايا كل يوم السبت اللي جاي. اللي ياكد النقطه انت يعني بتديبيت معايا فيها، ان احنا فعلا اتقدمنا على صن داونز غير الدقيقه 82-1. لا ده انت اتقدمت الشوط الاول، انا اسف كنت يعني ضيعت 45 دقيقه، ضيعت 45 دقيقه لا، وبعد حتى الهدف الثاني كنت قاب قوسين او ادنى تجيب الثالث. صحيح، كنت ممكن نقتل الماتش خالص، وهنختلف في الاراء في حته ازاي تفنش المباراه، لكن كان في تنافسيه في الملعب، لكن احنا بنحترم. لا لم تكن هناك تنافسيه، كان الاهلي
كعبه اعلى من سان داونز في الشوط الثاني، وبما انك خسرت 45 دقيقه اولى، ولكن الشوط الثاني استطعت ان انت تعود وتجيب جون واثنين وتضيع ركله جزاء وتضيع جونين كانوا ممكن جدا يجوا. المباراه دي كانت ممكن تخلص، خلينا نبقى صادقين، 5-3 صحيح، بس هي 5-4 مثلا. لازم نديهم حقهم ان هم مخوينا. انا في وجهه نظري واحد من المديرين الفنيين جيدين جدا في افريقيا في الوقت الحالي طبعا، والفرقه فعلا ماشيه معاه بشكل كويس. طبعا هم برضو في الدوري عاملين فجوه، فهم رايحين دماغ، حتى هم اتعادلوا اعتقد من حوالي 3-4 ايام في الدوري، تتعادل ما فرقش معاهم يعني، مش فارق معاهم في حاجه، لان هم بيلعبوا بضغوط قليله، وده مهم جدا. انا كنت دايما بطالب بيه لعيبه النادي الاهلي، عايز تخلص الدوري، لان ساعات الدوري بيقص عليك في افريقيا، انت ما تقدرش تقسم تركيزك الذهني على بطولتين. كان واضح النهارده. الحاجه الثانيه طبعا، وهي انا هقول يا رب، العاده بتاعه قبل ماتش الساعه 3 العصر، جزء مهم جدا الناس بتفهم فعلا الموضوع ده. في وجهه نظري ان انت عايز تدخل يا كابتن اسلام اللعيبه بتاعتك وهي في افضل حاله بدنيه وذهنيه قبل ما نتكلم على الفنيات، لكن اللعيب لما يخش في افضل حاله بدنيه وذهنيه بالنسبه له، انت بتضمن ان شكل المباراه ده بيبقى افضل. خلينا اديك مثال بسيط. النهارده اللي اتفرج على ماتش القطن والهلال، ماتش القطن والهلال، القطن طبعا احنا شايفين منافس متواضع جدا، لكن على فكره الشوط الاول لعب مباراه يعني مفتوحه مع الهلال، وليه فرصه مش ممكن يعني، لو كان في وجهه نظري لو كان احرزوها كانوا حطوا الهلال في ضغط عصب. احنا ماتش الساعه 3 العصر ده من نادي الهلال، فوجئت ما عملناش فرص على نادي الهلال زي القطن. هل ده معناه القطن احسن من الاهلي؟ لا، هي فكره الاستعداد نفسه للمباراه. احنا في وجهه نظري شيء جيد جدا جدا دخول دكتور نفسي قبل المباراه ودكتور تغذيه، لان الناس دي دورها يا جماعه والله لا يقل عن الدور الفني. هو ده المهم بقى، برافو عليك، ده كل عن دور الفني. ناس تفهم حاجه، الرياضه مش بلاي ستيشن، الراجل مش قاعد بره ماسك جويستيك الات واللعيبه دي جايه فول باور زي اللعيبه بتاعتك في بلاي ستيشن، لا اللي هو 95 يعني. لازم تحضرهم ازاي بقى؟ انك واحد، احنا النهارده بنلعب ماتشات، النهارده ماتش مقاولين الساعه 5، وبكره احنا مسافرين، وسفر طويل قوي يا كابتن اسلام، سفر يعني من شمال، ومهما تقول لي نايم بالطول، نايم بالعرض، نايم بالبتاع، طياره خاصه، الناس ما بتشوفش سفر. الناس ما بتشوفش اللعيب غير في الملعب، لا لازم بقى تحط نفسك في ظروف اللعيب ده النهارده هيروح بيته، يجهز شنطته، يطلع على المطار الصبح، وبعد كده يسافر من شمال القاره. وسط كل الكلام اللي انت بتقوله ده، خلي بالك اللي لعب ال 90 دقيقه او بقى بلاش، اللي تكتلت عليه عدد المباريات خلال الفتره اللي فاتت، هتلاقي بقى ايه وهو كده ايه طالع السلم في بيته، رجليه الشمال بتشد ورجليه اليمين مش قادر. والنهارده 99% من اللاعبين ما بينامش يوم المباراه، اللي لعبوا يعني الماتشات. انا بقول لك حاجه عن ايوه صح 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 يعني ما حدش يزعل، انا اسف، هي حصلت معايا انا، ان انا وانا طالع رجلك بتشد، وبعدين اطلع انام في السرير من الساعه 12 واحده بالليل، الاقي نفسي ما نمتش غير 6-7 الصبح بالظبط. وبناء على هذا من الوجع يعني بالزبط. ومن الشد ومن الحاجات، التحضير البدني والذهني في وجهه نظري ربما يتعدى اهميته التحضير الفني. برافو عليك. وهنا شيء مهم برضو انه نتكلم على دور للاعبين، لازم برضو اللعيبه تبقى النهارده معلش تضغط على نفسك شويه، هي صعبه جدا اللي انا هقوله ده صعب، بس لازم تحاول تعمله. انت متعود على ساعات نوم معينه، او انك بتخش السرير الساعة الفلانية، طالما ان انت عارف ان الماتشات بتاعتك الساعة 5 او الساعة 7، لا انت محتاج معلش من بكرة مضطر ان انت تنام ماكسيمم الساعة 10 ماكسيمم. ليه؟ لان احنا طبعا التوقيت في بريتوريا هو نفس التوقيت في القاهرة، لكن المشكلة عندنا احنا معاهم هناك ان الماتش بيتلعب بدري، ونسبة الاكسجين يعني احنا هنفقد مثلا نسبة الاكسجين في جسم اللاعب المصري في استاد القاهرة هتبدا تخلص من بعد الدقيقه 80 مثلا، هناك بعد الدقيقه 70، هناك و60 كمان يا كابتن اسلام، والله لا يعني مش قوي، يعني هتبدا تاخد اسرع، فانت محتاج يعني مش قوي، خلي بالك فرق مش كبير يعني، نعم محتاج انك تتحضر بدني وتتحضر ذهني، ومواعيد الاكل مظبوطه جدا. الناس انا اسف يعني ممكن ما بتهتمش بالكلام ده، الناس عايزه تتكلم فنيات، بس لا الفنيات مش كل حاجه، بدليل ماتش الهلال، بس ماتش الهلال احنا ما خلقناش فرصه وحيده غير الكره الاولانيه بتاع حسين بالظبط على الشوط الاول، بس في 90 دقيقه كان نجاح، اقصد كمان رد الفعل بعد الهدف، يعني رد فعلنا بعد الهدف. لا انا متخيل ان تفكير اللاعبين في مثل هذه المباريات يا كريم ان شاء الله، لان انا بقول لك انا ثقتي كبيره. انت بتقول فريق مخيف في كل ماشي، فريق جيد وكل حاجه، ولكن بيلعبوا كره حلوه وعندهم مدرب هايل وكل حاجه، ولكن وجهه نظري ان النادي الاهلي افضل بكتير اذا كانت اللاعبين زي ما انت قلت بقى
الجزء الثاني اللي هو الناحيه المعنويه والناحيه النفسيه والناحيه البدنيه والتغذيه وكل شيء على اتم استعداد. وان انا كلاعب اجي على نفسي شويه وبدل ما انام الساعه 12 واحده وده طبيعي بالمناسبه انام على 9 10 بالزبط. لان مثل هذه المباريات هي الفارق الكبير ما بين النجم في اي فرقه خصوصا بقى مع جمهور النادي الاهلي وما بين اللعيب العادي اللي احنا دايما بنشوفه. هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنرجع نكمل مع حضراتكم. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. ثابت برضو عايزك تقول لي اهم الارقام والمقارنات الرقميه ما بين النادي الاهلي وصن داونز. تمام، احنا معانا مقارنه ما بين الاهلي وصن داونز في دور المجموعات اللي مستعرضه. الاول حاجه النادي الاهلي سجل في دور المجموعات في الثلاث ماتشات اللي لعبهم 5 اهداف، صن داونز سجل 6 اهداف. بالنسبه سجل 6 اهداف في 3 ماتشات، يعني هدفين في الماتش الواحد. تقريبا الارقام متقاربه في كل حاجه، حتى استقبال الاهداف دفاعيا 3-3. اوكي، الكلين شيت هنا 1-1. متوسط الاستحواذ على فكره صن داونز اكتر فريق في دوري ابطال افريقيا استحوذ على الكوره، والنادي الاهلي رقم 2 بعده. 60.7 في كل الماتشات صن داونز، النادي الاهلي 60، حتى النسبه متقاربه جدا في الاستحواذ. تمريرات صحيحه في المباراه صن داونز بيعمل تقريبا ما يقارب من 480 تمريره صح، يعني 479.7 يعني 480. النادي الاهلي بيعمل 424 تمريره صح في الماتش الواحد. صناعه الفرص المحققه النادي الاهلي صنع 6 فرص، صن داونز صنع 8. اهدار الفرص صن داونز ضيع اكتر، ضيع 4 فرص، النادي الاهلي ضيع 3. المحاولات في الماتش النادي الاهلي بيعمل 10.7 محاوله في الماتش، صن داونز بيعمل كام بقى؟ يعني بص هم بيستحوذوا 60.7، يعني اكتر فرقه بتستحوذ، الا ان هم في المحاولات رقم كويس جدا بالنسبه لهم 14.7، يعني بيعملوا 15 محاوله في الماتش الواحد. العرضيات النادي الاهلي بيعمل اكتر، العرضيات الصحيحه 5-3 في الماتش الواحد. صن داونز مش فريق عرضيات، صن داونز فريق بيعتمد على الاستحواذ والاختراق من العمق. وطبعا ارقامه، ما انا شايف ان الارقام متقاربه، صن داونز بيتفوق رقميا لكن ان شاء الله نتفوق عليهم يوم السبت ونعادل الارقام دي. طيب كريم، برضو شايف مدرب صن داونز موكينا يعني هيفكر ازاي في هذه المباراه؟ انا اعتقد هم طبعا عايزين نقطه مهمه جدا برضو يا كابتن اسلام، تكمله اللي احنا قلناه، وانا بحاول قد ما اقدر ابص على الامور بعيدا عن الامور الفنيه. هم خدوا قرار بان هم سمحوا للجماهير بالدخول للمباراه بشكل مجاني. لا ده عامل لهم يوم حافل، يوم كامل الحفله يعني، وده يبين لك المنظر في الملعب هيبقى عامل زي فور فري يعني، معدي قدام لا اللي بيقول لك لابس تيشيرت اصفر يخش لا بجد مش هزار بالظبط. هم عندهم انا في وجهه نظري بيشتغلوا بشكل جيد وبيحاولوا دايما قبل ماتشهم مع الاهلي يجرونا لبره الملعب. صحيح. سواء بالتركيز على موضوع الساعة 3 العصر أو بالتصريحات اللي هي من أيام موسيماني يعني. الأول والتاني هيلعبوا بعض فإحنا الأول وهم التاني. بالظبط بالظبط. والنهارده طبعا هم بدأوا يروحوا حتة إيه بقى؟ مهمة خطيرة جدا الحتة دي والله. حتة الجماهير وإن هم ذات الجماهير، هم واخدين بالهم طبعا بالهم فترة إن الكرة في مصر بتلعب بحضور جماهيري قليل. والفرق والمنتخبات المصرية لما كانت بتسافر لمواجهات فرق خارجيه في وسط الضغط الجماهيري ساعات ما بنعرفش نلعب، احنا مش متعودين على ده زي زمان. زمان كنت نزل الكابتن اسلام الشاطر، نزل ابو تريكه، نزل متعب قدام 80,000 في استاد رادس ولا فارق معايا ليه، انا متعود على كده. اشوف ده كتير جدا في مصر، لكن احنا دي الحته دي لازم برضو نبقى واخدين بالنا منها. ومكوينا انا في وجهه نظري ان هو هيحاول على قد ما يقدر ان هو يهاجم من البدايه، ان هو هيبقى التارجت عنده بكل امانه. واضح جدا صن داونز من كلامهم هم عايزين يخرجوا النادي الاهلي من دور المجموعات بقى تارجت. كل الطرق تارجت هو ده، ما تسيبوش يكمل. لو الاهلي عدى دور المجموعات بيتحول الاهلي في النوك اوت حاجه، وفي دور المجموعات حاجه ثانيه. النادي الاهلي في دور النوك اوت اللعيبه بتبدا تقرب من اللقب، بتبدا الاعتبارات البطوله عندها واعتبارات البطل وشخصيه البطل تظهر بشكل اكبر ليه، ان هو بيقرب. ففي وجهه نظري ان الراجل هيبقى هو مش هيغير شيء، هو هيلعب بالاربعه داتا بتاعته، هيظل يهاجم من العمق، هيظل يلعب كره الاستحواذ بتاعته، ما بيغيرش اي شيء. فاحنا محتاجين ان احنا طبعا واحد نركز في الامور وما ننجرش للامور خارج الملعب، نستعدلها كويس يعني، ما يبقاش في تجاهل، لازم نستعدلها كويس. ومهم جدا جدا كابتن اسلام الحركه اللي كان جوزيه بيعملها معاكم في اي مباراه فيها حضور جماهيري كبير قبل الماتش بساعة ونص،
وانت لابس لسه التريننج سوت بتاعك لف اللفه الاولانيه ونازل من الباص انزل لف لفه وشاور للناس. ايوه برافو عليك. كان ينزلنا يقول لك شاور شاور. بالظبط. طب شاور ليه مين يا كوتش؟ شاور شاور. الناس ما يعني ده ناس قال لك شاور لهم بس اول ما تبص الحمام. بالظبط. اول ما تنزل من الباص ما تخشش الاوضه بتاعت تغيير الملابس، لا خش على الملعب على طول وصور صورتين، حاول ان انت تبدا ايه يعني تاخد الامور بشكل هادي عشان ما تنزلش تسخن تلاقي الصفافير وتلاقي بتاع في هوب تبدا تتشحن وتبدا تخش المباراه. لا خد الشحنه من بدري وخش بقى ريح وشوف. بالظبط. كل الامور دي بوجهه نظري تضاف الى الامور غير الفنيه. يعني احنا قسمنا الحلقه دي ثابت واخد الامور الفنيه، انا واخد الامور غير الفنيه، وفي وجهه نظري بكل امانه والله يا ريت اتمنى يكون في كده ورقه فيها لسته تتوزع على اللعيبه، يا جماعه يوم الماتش الصبح احنا هنعمل كذا، الصحيان الساعه كذا، التحرك الساعه قبل كذا، الصحيان الساعه كذا، النوم النوم الساعه كذا. ما انت خلي بالك بس هو الامانه عشان تبقى صرحه مع بعض. صعب صعب. اسالت فيها دكتور قال لي مفيش حد بيغير الساعه البيولوجيه بتاعته من يوم او يومين بس، لازم اربع ايام. لازم اقل حاجه اربع كده. انت قلت من النهارده اربع ايام عشان تبدا جسمك ياخد عاده. يوم الماتش بقى لازم تنزل تروح الباص ان شاء الله ربنا يوفقك، او تنزل الباص خش لف لك اللفه، خش اوضه اللبس غير وامتص. ويا ريت يا ريت مع بدايه المباراه نحاول قد ما نقدر نستحوذ على الكوره. كل ده بيخلي المنافس بتاعك يبدا يهدي الحماس والانفعال الزايد اللي عنده. تشكيل الاهلي من وجهه نظرك افضل تشكيل؟ النادي الاهلي زي ما قلت بيلعب 3 4 3. صعب قوي ده يا سيد بصراحه. خليه اخي يقول انت يعني. هو انت لما انت تقول 3 4 3 يبقى هو ختم النهارده. بقول لك ايه ختم النهارده ثانيه واحده بس. هو انت لما انت تقول 3 4 3 تبقى مبسوط وسعيد وبتاعك ان هو لما يقول بنلعبها يا عم سيب الراجل يتكلم وبعدين انا اقول لك وجهه نظر. ثانيه واحده انا. طب مين هم الثلاثه اللي ورا؟ انا حمدي فتحي طبعا. حمدي فتحي هو اللي يبقى المساك ما بين الاثنين. هي فكره 4 3 3 ما فيش متولي بس. لا في ياسر ابراهيم وعبد المنعم. ما انت لعبت بيهم النهارده ياسر وعبد المنعم وحمدي يبقى ما بينهم مش هادي خالص. الثلاثه كويس يعني كله كويس. هي مش فكره ثلاثه بمعنى ثلاثه ان هو هيلعب بليبرو. لا هي حمدي يطلع ويرجع والكره معانا يطلع يتقدم والكره مش معاك يعني مع صن داونز تنزل ما بين الاثنين المساكين. دي الفكره ان الماتش ده محتاج اولا تضيق المساحات. ما ينفعش تفتح ابدا. ما ينفعش تفتح الماتش ده قدام صن داونز. لو فتحت يعني 3 4 3 3 4 3 محمد. نستعرض التشكيله معانا. محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم، حمدي فتحي الثلاثه اللي ورا طبعا، محمد الشناوي في حراسه المرمى، ناحيه اليمين محمد هاني، ناحيه الشمال علي معلول. قدامنا التشكيله اهو. الاثنين اللي في النص مروان عطيه واليو ديانج. بشوف ان احنا محتاجين ثلاثة قدام. طاهر ناحية اليمين، وهقول ليه طاهر ناحية اليمين، واحمد الجندوزي يروح ناحية الشمال مش كوينج، ولكن هو هيخش للعمق كصانع العاب، وكهرباء راس حربة او محمد شريف على حسب جاهزية اي حد فيهم. تحديدا ليه طاهر في الحتة دي؟ انا بشوف ان طاهر عشان عندهم الباك يقفل على مديبة اللي هو الباك الليفت القوي جدا اللي هو بيخش لجوه كفولس باك بيحضر، فطاهر يقدر يهاجم ويقدر يدافع عليه ويعمل ويستغل كمان طاهر سريع في المساحه اللي في ظهر الباك ليفت بتاعهم. اما احمد جندوزي المفروض ان هو يخش للعمق يكلف برقابه مكوينا اللي هو اللعيب الاكثر لعيب بيلمس الكره عندهم اللي هو لعيب الارتكاز، وفي نفس الوقت قافل حته العمق. ان انا كده بص حاطط انت عندك حمدي فتحي وعندك مروان عطيه وعندك اليو ديانج واحمد جندوزي عليهم وقدام كهربا عامل لك عمق، فانت قفلت العمق حميت علي معلول وحميت محمد هاني الاطراف بوجود حمدي فتحي، قفلت العمق تماما. تقدر ان انت في نفس الوقت تستغل العيوب الموجوده عند صن داونز. صن داونز عندهم عيبين واضحين. اول حاجه المساحات اللي ورا الظاهرين واضحه جدا سواء الباك رايت او الباك ليفت. الحاجه الثانيه صن داونز في الضربات الركنيه تمركزهم سيء كل جدا. كل الكرات العرضيه مش وانا بشوف ان الماتش ده ممكن يخلص للنادي الاهلي من خلال ضربه ركنيه على راس محمد عبد المنعم. مش ضربه ركنيه بس، كرات ثابته بصفه عامه، بس الضربات الركنيه تحديدا تمركزهم ضايع في الضربات الركنيه بصراحه. كريم لو انت اللي هتعمل التشكيل. يعني هو نفس التشكيل بس باختلاف يعني الطريقه. يعني انا شايف طريقه 4 3 3 نفس التشكيل، مش بس الشيء بالظبط بس يعني معظمه، لكن الطريقه مختلفه شويه. ده الثلاثه ده اوكي. دي طريقه 4 3 3 متفق طبعا مع منعم ابراهيم ومحمد هاني وعلي معلول، بس انا حاطط ثلاثه في نص الملعب اليو ديانج وحمدي فتحي ومروان، وحطيت بدل طاهر حطيت بيرسي تاو، ومتفق جدا جدا مع ثابت في ثنائيه كهربا واحمد قندوسي، وكمان متفق اكتر في الرول بتاع او الدور بتاع احمد قندوسي. ان انت ما تقولوش مثلا يعني اقف استلم الكره على الخط
مستحيل، لازم يستلم من جوه وينزل يلعب كبلاي ميكر، وساعتها اول ما ينزل يخش بيرسي تاو مع كهربا اتنين، فالخطه تتقلب. بس انا كده بشوف ان هو هتبقى فاتح مجال كبير جدا للباك رايت والوينج رايت من ناحيه علي معلول ان انت تسيبه. ما انت الباك رايت بيخش لجوه اصلا، عشان كده انا حاطط ده في وسط الملعب. غير اللي في وسط الملعب دول على طول احنا الف ب بنعمل ايه؟ اليو ديانج وهو بيغطي العمق. انما الاثنين اللي قدامه واحد بياخد الجنب اليمين واحد بياخد الجنب الشمال، دي معروف. فبالتالي انا بشوف وربما يكون مارسيل كولر. والحاجه الثانيه كريم، ثانيه واحده، الباك رايت بيخش لجوه في تحضير الهجمه ماشي، بس احنا برضو مش عايزين نتكلم بورصه في نقطه مهمه، برضو احنا بقالنا كده عمالين شويه بنتكلم من ناحيه دفاعيه اكتر. لا احنا محتاجين نكسب بالظبط، موقفنا وحش، هو ده احنا موقفنا وحش، احنا برضو مش عايزين الماتش ده. لازم تامن الاول في ماتش زي ده. انت مش معلش ميسيدي هتامن قد ايه يعني؟ لازم تامن يعني ماتش زي ده ممكن تكسبه من ضربه ركنيه وترجع كام دقيقه؟ لا لا ما انت خلي بقى مطمر، انت مضغوط وهم بيهاجموك، هم ممكن توفقوا يعني معلش هنقسم الماتش اصح. لو دخل فيك جون بدري الماتش هيكهرب. ما هو انت ما عايز تجيب جون بدري فاهم؟ ما هو احنا برضه هم عايزين واحنا عايزين. بس هو يقصد لو ما جبتش جون بدري، هو يقصد انا فاهم، اصل هي مدارس اطول الماتش زي ما انا بقول لك كده. هو جوزيه مثلا في ماتش سان داونز ده اللي انا بقول لك عليه اللي اتعادلنا هناك اتنين، رحنا هاجمنا. لا لا الشوط الاول لا 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 فيش الكلام ده، احنا كنا بنلعب على لعبه واحده. ايوه هي لعبه واحده من اليمين ومن الشمال. يعني ايه انقل 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 وفلافيو وتريكا يجوا ناحيه التع يمين او شمال. ايوه وبركات يجي من وراهم كده باللفه اللي انا بلفها لك دي، اللي هو يجي من وراهم في الناحيه في الثالث في الحته الفاضيه. لعبنا اللعبه دي بتتلعب ايه؟ اي حد معاه الكوره ويعدي نص الملعب يشوف فلافيو فين عكس فلافيو. اوكي وجبت جونين كده، جبت جونين الاولاني بركات تقريبا والتاني فلافيو شوط يعني. غير بقى ان بركات راح انفرادين ثلاثه. ايوه هل ده معناه ان انت لعبت مباراه هجوميه؟ لا ما لعبتش مباراه، انت لعبت مباراه مقفوله بشكل كويس، قافل عليهم بشكل كويس جدا، ورحت بخمس هجمات جبت منهم جونين. اوكي وضيعت تمام. بس انا قصدي ان انا اقول لك ايه، وهم جابوا فيك جونين خلي بالك. أيوة وجابوا فيك جونين بس يعني ونسخه سان داونز دي طبعا مختلفه عن نسخه سان داونز دي يعني. لا هناك كانت افضل في الماتش بتاع 2-2. الماتش بتاع 2-2 افضل بكتير، بس كان دور 16 كابتن استاذ خلي بالك، كانش دور مجموعات افضل بكتير. اوكي وبكتير انا بس الماتش كان بالليل كمان. الماتش كان بالليل بس عايز برضو مش بالليل كان نتفق عليه ان احنا برضو نحاول على قد ما نقدر نبعد عن مهاجمه او طيب. فتح الملعب مع سان داونز قوي. لا طبعا انا معاك فيها بصراحه يعني، هم في الحته دي احنا هنتعب قوي قوي قوي، ولازم اعتبار حته بتاع الاكسجين طبعا. يعني هو كمان مارسيل كولر لازم يعرف احنا نقدر نادي قد ايه عشان المده دي طيب. هي اللي هنطلع فيها كل الاستامنا. حكم طيب. المباراه السنغالي عيسى ساي مش من الصفوه يعني مش عارف انا عملت كده يعني اللي هم يعني مش عارف اقول ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه. لا هو ربنا يستر من التحكيم، اولا مفيش فار دي برضو نقطه، بس مش يعني هي مش عايز اللعيبه تشغل بالها، ان شاء الله يكون الحكم موفق. بس انا الحكم ده انا شفته في ماتش الزمالك وشباب بلوزداد 0-0 اللي هو لا اللي هو 1-0 حسب ضربه جزاء على دونجا لما رفع ايده لا في القاهره هنا القاهره اللي هو اول ماتش في دور المجموعات فكان موفق يعني في الماتش ده، حتى ضربه الجزاء كانت واضحه جدا دونجا كان رافع ايده. وشفته برضه في مباراه الترجي السنه اللي فاتت، بس هو عامه هو في المباريات الكبيره بيبقى حكم رابع، هم بيحاولوا ان هو يجهزوه ان هو بعد كده يبقى حكم كويس يعني. فنتمنى ان هو يكون موفق في المباراه دي الحكم السنغالي ده، لان التحكيم بيفرق كتير يعني. التحكيم هيفرق كتير في هذه المباراه. عموما نتمنى يا رب ان تكون هذه المباراه دي الخطوه الثانيه في الوصول الى دور الثمانيه، الخطوه الثانيه بعد القطن الكاميروني والفوز بثلاث نقاط متوقعه ان شاء الله ربنا يكرمنا فيه. وحاجه اخيره بس كابتن اسلام، ان اللعيبه يعني حاجه كويسه، انت ممكن المباراه دي تمسح كل حاجه حصلت قبل كده. صحيح بالماتش ده بس انا معاك في هذا الامر. عموما في حاجه اخيره بس عايزين نستعرض جدول الدوري عشان تعبنا فيه بس في عمله مع الفريق. جدول الدوري المصري ان الاهلي ان الاهلي بصراحه انا ما بفكرش في حاجه غير ماتش يوم السبت بصراحه يعني ان ختام الحلقه كده ان الاهلي هو المتصدر برصيد 44 نقطه في فارق 5 نقاط عن بيراميدز وفيوتشر وفاضل له ماتشين. النادي الاهلي هو الاكثر فوز في الدوري المصري ب 13 فوز، اللي ما خسرش ولا مباراه، الفريق الوحيد في الدوري اللي ما خسرش،
اقوى خط هجوم مسجل 32 هدف في 18 ماتش في عدد مباريات اقل في عدد مباريات اقل، وفي نفس الوقت كمان اقوى خط دفاع يعني الاكثر فوز وما خسرش ولا مباراه، واقوى خط هجوم واقوى خط دفاع، وفي نفس الوقت هو متصدر الدوري. فان شاء الله، لان ده كمان واحد من اهم الاهداف السنه دي للنادي الاهلي. هو الاتحاد عليه اربعة هدف بس؟ الاتحاد عليه، لا الاتحاد عليه 21 هدف. 21 هدف جايب سجل. جايب 25 وعليه 21. الفرق 4. الفرق الاهداف 4. قلت برضه ايه ده الحلاوه، فرق الاهداف 4. طيب عموما يعني نتمنى ان شاء الله ان تعود الصداره ايضا للنادي الاهلي في البطوله الافريقيه، لان كل تفكيرنا هيكون في البطوله الافريقيه ان شاء الله خلال الايام القادمه. انا بشكرك جدا يا احمد على وجودك معانا. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك، شكرا جزيلا. انا بشكرك كريم على وجودك معانا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ما تنسوش ان احنا كل مسانده وكل دعم لكل اللاعبين خلال هذه الايام. ان شاء الله بكره سفر اللاعبين اعتقد في تمام الساعه 2 ظهرا هيسافروا، وان شاء الله ننقل حضراتكم على الهواء مباشره بالليل وصول اللاعبين واحنا مع حضراتكم على الهواء. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وغدا حلقه جديده من البيت الكبير.